احساس بالذنب، هل ده الامهات اللي ممكن يقعدوا بالليل كده، انا ضربت الواد ليه، بس انا زعقت له ليه، انا كذا، هل ده احساس طبيعي ولا ده يعني ايه، جلب ذات ولا ايه؟ حلو قوي. بص يا دعاء، اولا نتفق انه الشعور بالذنب حاجه حلوه ولا وحشه؟ ده حاجه حلوه، هي حلوه، حلوه جدا. بشرط كمان انها ما تزدادش قوي عن حدها، يعني ما تفضلش بقى تتحول زي ما انت قلت الجلد ذات بقى طول النهار. لا انا هو ايه فوائد ده؟ انك انت تقعد تصلح، هو برضه لا انا شعور بالذنب طول النهار اقعد اعيط، وزي ما الامهات تقول لك اقعد ابص عليه واعيط كده، بضربه ليه، ده ما يستاهلش، وتضربه تاني. طول ما انت بتعيط وندمان انت في الخطوه الاولى، طب وبعدين؟ يعني وبعدين العياط والندم، فقصه بقى الخطوه اللي بعد كده دي المهمه. انما عايز اقول لك ان الشعور بالذنب ده برضو بيختلف من انسان لانسان، ومن ام لام، ومن انسانه لانسانه، حسب حاجات كتيره جدا. في رسائل او دراسات عملناها بتتكلم عن حاجه اسمها المعامله الوالديه، دي خاضعه، النتائج اثبتت خاضعه لحاجات كتيره جدا، مستواك الاقتصادي، مستواك الاجتماعي، درجه تدينك، ان الاب اتربى ازاي ومامته كانوا عاملين في ايه. والغريب في الموضوع ده حاجه غريبه جدا، انا كان طول عمري تصوري انه العيال الاباء اللي ابائهم كانوا بيضربوهم يشعروا بايه؟ بالظلم، فيقوموا ايه؟ ما يعملوش في ولادهم. لا، الغريب العكس. العكس، وده اللي انا قلت لك مره في كتاب كنا قريناه اسمه توكسيك بيرنتس، او الاباء المسممين، كان سمهم ينفذ في الاجيال، بمعنى انه اللي بابا ابيوزد هيم او انتهك حرمته وضربه ضربا مثلا مبرحا للانتهاك الجسدي، ده للاسف هؤلاء وجدوهم كثيرا منهم الاغلبيه هم رخرين ايه. وانا شفتها هنا، يعني مش بس قريت عنها، وشفتها بره وشفتها في مصر، وتعجبت لما اب يقول لك احنا كنا 10 بس بابا كان ينقيني انا ويمسكني يرزعني العلقه لو اي حد غلط. ليه القعده دي كان سببها ايه؟ ان احنا قاعدين بنتكلم عشان هو بيضرب ابنه ومثلا مراته مش بتشتكي. انا كنت متصور انه معظم الاباء بتشعر وتقول انا اللي داقي الظلم، عمره ما يدوى ابنه الظلم، لكن ابص الاقي العكس. فهنا الشعور بالذنب قضية خطيرة جدا، يعني أنت مش شاعر. وبعدين بتبص للأطفال ده والاحتياجاته الخاصة، هل بقى يصدق يضربه بابا يضربه؟ وساعات لو مش فاهمه أنت بتتكلم إزاي؟ تضرب طفل مش عارف يعني استغفر الله العظيم شبه أبكم، مش عارف يتحرك، يقول يا دكتور ما هو مستفز، مش عايز يتحرك، مش عايز يتقدم. طب دي حاجة أنت بتضربني على ما لا أملك. فالحقيقة العوامل دي كلها دعاء بتخليكي يعني تشعري إنه هنا بقى بقولك بتختلف. في ام حساسه جدا، هرموناتك بتشتغل، هرمونات الامومه والانوثه وارضعتي هذا الطفل ام لا. هنا بقى نتكلم لما تناولنا زمان حلقات عن الرضاعه، الرضاعه تؤثر في الاثنين على فكره، في الطفل وفي الام، وبتحبب الام في العيل، يعني اللي بترضعه طبيعي. طب ما كل الامهات بيحبوا اولادهم، بس لا دي زياده شويه. فنسبه الاعتداءات الوالديه على الابناء اقل في الرضاعه الطبيعيه من قبل الام غالبا. يعني طبعا الاسر اللي فيها زوجه بتضرب او بتهان رخرة للاسف يا دعاء بتطلع همها في العيال. اي احباطات بتواجهها في حياتها بتطلع في العيال على طول. بالظبط، وليس يعني للاسف الشديد بيتحول الاطفال الى المصب النهائي لكل المشاكل. صحيح. فالحقيقه الشعور بالذنب هو نعمه طالما ستصحح من نفسك. اول خطوه ستيب نمبر 1، انا اجرمت في حق ابني باي طريقه، ظلمته، فرقت ما بينه وما بين اخوه، حسيت ان انا جيت على ده. كلنا يا جماعه بيحصل ده. كل شويه تحس انك بتحيفي بتميلي تجاه احد منهم، طول ما انت قاعده زي اللي ماشي بباخره في البحر، كل ما تميل يرجع تاني بتدفى ايه؟ يرجعها للطبيعي. فمحدش يقلق ان هو بيغلط في حق اولاده عاطفيا او ماديا، لان دي الرسول صلى الله عليه وسلم احنا قلنا قال يعني كان بيميل بقلبه، قلنا للسيده عائشه وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تحاسبني فيما لا املك القلوب. ولذلك ممكن تميل، ممكن قلبك قلنا يميل تجاه احد ابنائك، لا غضاضه في هذا، لكن ان يخرج هذا على الشاشه، يبان على وشك، يبان على ايدك، يبان على بوستك، يبان على هنا تحاسب. ولذلك اللي عايز يختلي بابنه يحضنه يبوسه يطبطب عليه يزغزغه يلعب معاه اللي مستظرفه اللي حبه اهلا وسهلا، بس ما يكونش التاني شايف، ما تكسرش بخاطره. لكن لو عملت ده وكمان وده الاشياء للاسف ومش حاسس بالذنب وقاعد يعمله قدام العيل ويتمادى وكانه بيعمل تيست عليه بيشوفه بيغير ولا لا، فاكره الحلقه اللي عملناها على الغيره؟ الطفل اللي كان الفيلم اللي جبتيه واخده بالك يقعدوا يغيظوا العيل، يقعد يبوس العيل، فده تيست كان في الاول ماشي، انما ما ينفعش تبقى الحياه ماشيه كده، اللي هي بتدمر كل شيء. الحقيقه الدوس على الاطفال احيانا بيلعبوا على فكره انه يخليه يغير من اخوه
من باب انه بيشجعه او بينحرره علشان يحس على دمك اخوك اشطر منك. هل ده بيجي بالايجاب ولا بالسلب ولا ايه؟ اقدر اقول 99.9 من الاطفال اللي اهاليهم هيستعملوا هذا الاسلوب انه انا لعل مره امي ردت قالت لي المقارنه السلبيه يا دكتور، المقارنه ايه الايجابيه اصلا؟ المقارنه الايجابيه. فقلت لها مش فاهم يعني ايه تقصدي ايه مقارنه ايجابيه؟ قالت لي يعني بالعكس انا لما عشان اقول له نحفزه. تبقى شاطر فيتحفز زي. لا هذا الكلام مرفوض، يعني المقارنه مرفوضه. انك انت تحيف كده وتميل ولا تتوازن في حكمك ويريد في مبرر غلط. ساعات تلاقي دايما احنا كمصريين وكاسر شرقيه وكده كل واحد ليه مبرراته في الظلم. واحد يميل عشان البنت دي احلى، عشان الولد ده اذكى، عشان ده الراجل، عشان دي اللي فهماني، عشان دي اللي حاسه بيا، علشان ده الوحيد فيهم اللي اقدر اعتمد عليه مش عارف ايه. حتى ولو كان الايه بالقرانيه بتقول ايه؟ لا تدرون ايهم اقرب اليكم نفعا. ما تعرفش في الاخر مين اللي زي ما بيقولوا هيسيب كوبايه الميه. يمكن اللي انت بتقوله طول النهار يا متخلف، اوعى تقول يا متخلف. صحيح، واخد بالك كده بقى؟ صحيح بالظبط. فنقاط الضعف في الاطفال ونقاط القوه لا ذنب لهم بها، سواء جمال، سواء ذكاء، سواء خفه دم، سواء قوه في ماده ما. بالعكس، ساوي اولادك، ساووا بين ابنائكم في القبل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلت لك لما جه الاب بيبوس ده وبيبوس ده والابن زعلان، فبيقول له زعلان ليه؟ بديك خمس بوسات وبديله. قال له انت بتحضنه هو وانت بتبوسه بطريقه انا بحس انت بتحبه اكتر مني. خلاص بقى الترمومتر نطق، الحجر نطق. فكل اب وكل ام سمع على لسان ابنه. انت عارفه عندي في المكتب بتبكي اباء وامهات دموعهم كده تنزل على المكتب بسبب الشعور بالذنب. انا بيختلف رد الفعل يا دعاء عندي في انه بعض الناس بيختلفوا في ردود فعل. واحدة جاية تقعد بس علشان عارفة جماعة اخواننا المسيحيين في الكنيسة الاعترافات الكونفيشن ده اللي بيعملوه، جاية بس عشان تعترف، هي مش عايزة تصلح يعني، عايزة تصلح بس شعر بذنب رهيب جدا علشان مش عارف بقالها سنين اخطأت. ايوة انا اخطأت يا دكتور، انا مش عارف انا عملت ايه، انا عمري ما كذا، انا هي جاية تعاطى عارفة اللي هو ايه، اديني اكتر، قول لي لا انا مذنبة. وانا بفوت برضه على فكرة، لان ده بيريح الانسان انك تشعر وتحد تلاقي حد يقول لك اه انت غلطان في كذا وانت ظلمت في كذا، لحد كده حلو قوي. لكن ماذا ستفعل؟ هي دي الخطوه بقى الايجابيه الاكتر. طيب دلوقتي الاول حاجه انه الام تقعد مع نفسها، انا ليه بس ضربته، انا ليه عملته حلو. وبعدين تاني يوم هتلاقيه بيكرر نفس الحاجه اللي بتخرجها بره شعورها. مش راضي يذاكر، بيجري منها، بيضرب اخوه، بيكسر في الحاجه، بيتشقلب، بيبهدل الحاجه اللي هي قايله عليها. كل ما يعني ما بيمتثلش لاي نصايح هي بتقولها له. هتسكت مره تقول لك يا ابني يا حبيبي ما انا قلت مش هضربك، يا ابني يا حبيبي خلاص يا ابني اهدى انت ماسك في اخوك، وبعدين بتجيب اخرها. كل ام وليها اخر، فتقوم تضطر تتدخل. والولاد بيوصلوا ساعات احيانا لمراحل انه ما هو ما بيسكتش غير لما يتضرب او غير لما يتزعق او غير لما بيخاف ويقوم ساكت. فايه ايه الاليه عشان تحل المشكله ده؟ الاليه دي انا كتير جدا بيزعلوا مني ان انا ساعات لما بنقعد مع الحالات بنطول. بطول ليه؟ لان قصدك عندي ناس عندهم تبول لا ارادي، طفل عنده تبول لا ارادي، عشان اقعد ارسم يا ضاع الكليه والحالبين والمثانه وفتحه البول الداخلي. طب بعمل كده ليه؟ انا كل ده عشان حاجه واحده، عايز افهم البيرنت، عايز افهم ولي الامر ان القصه دي كلها عمليه عضويه، عمليه فيسيولوجيه، عمليه طبيه ممكن تكون لو اتحلت. ولذلك قضيه بقى التركيز اللي انت بتتكلمي فيها اللي هو ماده مثلا الدوبامين المسؤول عن التركيز وضبط النفس وسرعه الحركه، لما بتقل او بتتكسر الحويصلات اللي مليانه الدوبامين مسؤوله عن تركيزنا، وبالتالي بتؤدي الى المشاكل الدراسيه اللي بنشوفها او تكرار السلوكيات كل شويه مع ان انا قاعد انبه عليك هو مش مركز في اللي انت بتقولي عشان ماده الدوبامين بتقل. كل ده سببه حاجه عضويه، التبول لا ارادي اللي بيحصل كتير جدا عشان المثانه جدارها ضعيف، علشان فتحه البول مش قويه. فزي ما بقول لك الاب قاعد قدام، قلت له دلوقتي قدامك صندوق حديد اهو، وجبت طفلين واحد عضلاته صغيره قلت له شيل واحد عضلاته راح الكبير شايله، جسمه مش قادر، تقول له انت شخصيه مش كويسه. عشان كده الاعداد بتطول ليه؟ عشان نفهم الناس الاول قبل ما تشعر بالذنب بيشعروا الذنب ازاي. يعني الاب بيقعد قدامي لي يعني هو ما يقصدش اللي بيحصل ده؟ قول له لا ما يقصدش، ده غصب عنه، شفت انت ده، انت لو انت رسمتها ده انت شغلتك تبرره. لما هو زعلان من نفسه ان هو بيكرر ده انت تقول له لا يا حبيبي ده طبيعي جدا، بص وتروح انت راسم له المخ ولا راسم، تقول له في الناس بيحصل كتير كده.
فهي دي الفكره. فاول خطوه عشان تشعر بالذنب انا بعملها بقى، مش بجلدك، ان انا بقول لك كل اللي بيحصل اللي انت بتقول عليه التكراريات دي ليست مقصوده، وانما هي نوع من انواع الحاجه يعني لا اراديه. التكراريات في الحاجات الفسيولوجي، انما الحاجات اللي هي يا حبيبي انا قلت لك 100 مره ما تضربش اخوك، ما هو بتاع 100 مره ده بالذات، ما هو كل عيال بتقول لهم ما بيسمعوش كده. ايوه ايه الاليه عشان غالبا عنده ADHD، غالبا عنده نقص تركيز وفرط حركه، اللي هو تقولي له وتدوري يرجع يعملها تاني وهو يقول لك حاضر وفي دقيقه. هنا ده بتبدا تقول هو بيستعبط ولا ده يعني بيقل ادب عليا ولا ايه بالظبط؟ لا هو غالبا النوع اللي بيكرر قوي كده ده غالبا المشكله في الدوبامين، وساعات بيحتاج لتدخل دوائي فعلا. فانا يعني طب يعني الى اي لما نوصل لمرحله، لانه فكره التدخل الدوائي دي مش شرط كل الناس هيوصلوا لها، مش شرط كل الناس طبعا هيبقوا عايزينها. لا وفي تعديل سلوك وفي تظبيط في ايوه احنا يعني دي اخر حاجه تمام. انا عشان اوصل للنقطه دي وشايفه ابني بيكرر نفس الغلطه يوميا، الاول حاجه هتيجي في بالي انه الولد ده بيتحداني، الولد ده مش متربي، الولد ده انا مش عارف اعمل فيه ايه، صح، وده في حد ويانا يا هو واكسر له دماغه على يعني أيوة. ولو مش هتتربى هديلك والكلام ده كله. ايه الكلام الكبير ده؟ ليه الكلام الكبير ده اللي هو هديلك وهعملك والتحدي وانه الطفل محول السلوكيات؟ يعني اللي انا بطلبه بس اعطي نفسك فرصه تمام انك تفكر في السلوك ده هل مقصود ولا لا ارادي. دي حاجه تمام، وانت يا اخر ما تندفعش في الحكم وما تندفعش في رد الفعل وتاخدها تحدي. طيب احنا هنطلع فاصل قصير ونرجع نكمل حلقتنا ان شاء الله.